simple test موجود على units 1 و 2 و 3. Finish the following dialogue. Mona wants to buy a new skirt. منى عايزة تشتري جيبة جديدة. Seller, can I help you? هل يمكنني مساعدتك؟ فهتقول له ايه؟ Yes, please. نعم من فضلك. I'm looking for a skirt. انا ابحث عن جيبة. هيسألها ويقول لها what size، عشان انا عندي الرد اللي تحت medium please، يبقى دي اسمها what size، يعني ما المقاس. what size would you like، اللي انت بتحبيه. فقلت له medium please، متوسط من فضلك. what color would you like، وايه اللون اللي انت حباه، يعني حابه الجيبه دي تبقى لونها ايه. ممكن تقول له مثلا blue green، بقى اي ايه اي لون، يبقى blue please، يعني عايزاها ايه blue من فضلك. how much is it، تكلفتها كام. فهترد عليه تقول له هنا ايه تمن. السيلر هيرد على البائع على منى هيقول لها تمنها كام، يبقى it is مثلا، ويحط اي رقم 200 مثلا باوند، يعني تمنها 200 جنيه. بعد كده لسه في بقيه الجمله عندي في سؤال. السؤال ده مثلا is it nice او is it cheap، يعني الكلام ده كويس معاكي او رخيص. هتقول له yes that's nice، نعم انه ايه لطيف. I'll take this one، هاخدها. السيلر قال لها will you pay by your credit card or cash، هتدفعي ببطاقة الائتمان ولا هتدفعي كاش. منى قالت له I will pay by credit card، هدفع ببطاقة الائتمان. number 2 read and complete the text with word from the following list، هتقرأ النص اللي جاي وتكمل بكلمات من القائمة اللي موجودة. my friend and I are، انا وصديقي are a نقط for، اللي بيجي مع حرف الجر for اسمها look for، يبقى احنا الاثنين looking for some voluntary work، بندور على بعض الاعمال او العمل التطوعي. we want to not elderly people، احنا عايزين نعمل ايه مع الناس الكبيرة، يبقى احنا عايزين help elderly people، يعني عايزين نساعد الناس الكبيرة. we both like little، احنا الاثنين بنحب little ايه children، اللي هم الاطفال الصغيرين. we read a lot in our، بنقرأ كتير في our not time، دي اسمها spare time، يعني وقت الفراغ. but we wanted to do something useful، لكن احنا عايزين نعمل حاجة مفيدة. بعد كده هيقابلني القطعة number 3. read the following text then answer the questions. I went to the market with my elder brother، ذهبت إلى الماركت السوق مع أخويا الكبير كريم. I bought a microwave، اشترينا. I bought a microwave as a present for my parents، اشترينا مايكروويف كهدية لوالدي. they weren't very happy with it، هم ما كانوش مبسوطين منه. it looks good in the kitchen، شكله كان حلو في المطبخ. but it didn't cook very well، لكنه ما بيطهوش كويس. it was horrible، كان فظيع. so I send it back and bought a different one، عشان كده أنا رجعته واشتريت واحد تاني. my elder brother كريم was very excited، أخويا الكبير كريم كان مصار. because he bought a new phone، لأنه اشترى تليفون جديد. also I bought this speaker as a present for him، وأنا كمان اشتريت له السماعات دي كهدية لي. he was very happy with it، كان سعيد أو مبسوط جدا بيها. it was very easy to use، كانت سهلة للاستخدام. he can use it to play music، كان يقدر يستخدمها عشان يلعب موسيقى أو يعزف موسيقى. there is only one problem with it، كان في مشكلة واحدة فيها. ايه هي المشكلة؟ our parents think it is too loud، والدي كانوا بيقولوا ان هي عالية جدا. كريم promised he wouldn't make noise، كريم وعدني انه مش هيعمل ضوضاء. my younger brother، اخويا الصغير احمد wasn't happy as I forgot to buy him a tablet، ما كانش سعيد عشان انا نسيت اشتري له تابلت. he likes playing games so much، هو كان بيحب ان هو يلعب العاب كثير. I came back again to buy him one، ورجعت تاني عشان اشتري له واحد. choose the correct answer from A, B, C or D. the main idea of the text is about، الفكرة الرئيسية بتاعة النص اللي انت قريته دلوقتي عن ايه؟
هيقول لي هنا ان الفكرة الرئيسية عن playing games لعب الجيمز the busy streets الشوارع المشغولة او المزدحمة buying presents شراء الهدايا useful kitchen devices اشياء مفيدة في المطبخ يبقى هي كانت عن buying presents اللي هي شراء الهدايا. السؤال الثاني على القطعة بيقول لي the writer's parents weren't happy with the microwave because والدي الرايتر اللي هو الكاتب ما كانوش مبسوطين من المايكروويف ليه؟ they didn't like the color مش كان عاجبهم اللون they don't have a free space for it ما كانش عندهم فراغ ليه it was bad in cooking كان سيء في الطهي هو ده الاختيار بتاعي هو كان وحش في الطهي. السؤال الثالث بيقول لي what did the writer's brother buy اخو الكاتب اشترى ايه يبقى هنقول له هنا اخو الكاتب ده اشترى فون تليفون ولا كاميرا ولا سبيكر ولا تابلت طبعا اخو الكاتب اشترى له ايه فون. بعد كده عندي answer the following questions اجيب على الاسئلة الاتية how can you infer from the text that the writer is a kind person ازاي تقدر تستخرج من النص ده ان الكاتب ده شخص عطوف يبقى هقول له الكلام ده حصل امتى when he went back لما هو رجع to buy عشان يشتري لأقول ايه to buy a present الهدية for his brother يبقى لما رجع يشتري الهدية لإيه لأخوه. summarize the text in one sentence لخص لي النص في جملة واحدة. طبعا احنا قلنا ان النص بيتكلم على شراء الايه الهدايا يبقى هقول له هنا مثلا buying presents شراء الايه الهدايا ممكن نقول له مثلا for the writer's family لعيلة الايه الكاتب. how will احمد feel when he gets the tablet كيف شعر احمد لما حصل على التابلت يبقى هجاوب عليه واقول له I think he will feel happy اعتقد انه هيشعر بالايه بالسعاده. بعد كده بيقول لي choose the correct answer from A B C or D you can see trees and other interesting plants in not gardens تقدر تشوف اشجار ونباتات شيقه في البوتانيكال جاردنز اللي هي الحدائق النباتيه. Number two, you can make the adjective useful by adding full to the verb a. انت تقدر تعمل صفة اللي هي اسمها useful بانك تضيف كلمة full للفعل use. يبقى use بتبقى useful بتبقى صفة. use فعل بمعنى يستخدم لما اضيف لها full تبقى صفة بمعنى مفيد. The word attractive can be replaced by كلمة attractive عايزين كلمة مساوية لها في المعنى. dirty قذر وugly قبيح beautiful جميل وterrible فظيع يبقى هناخد كلمة beautiful جميل. number four the opposite of regular عكس كلمة regular is irregular يبقى دي معناها منتظم regular لكن irregular معناها غير منتظم. number five we add the prefix not to give the antonym of the word polite بنضيف البادئة ايه ليه نحصل على مضاد من كلمة polite يبقى polite يعني مؤدب عكسها impolite غير مؤدب. number 6 the meaning of micro in the word microwave معنى كلمة micro اللي موجودة في كلمة microwave معناها ايه big كبير huge ضخم ولا small صغير ولا full مملوء يبقى معناها small صغير. complete the sentence with the correct form of the word in brackets number 1 بيقول لي how not reach school يبقى how هيجي معاه هنا going to وعشان استخدم going يبقى هنا لازم يكون فيها am او is or قبلها يبقى how is he going to reach school how is he going to reach school كيف هو سيصل للمدرسة. When I not home last night it was raining heavily. When I not home last night it was raining heavily.
بيقول لي لما وصلت البيت الليلة اللي فاتت كان الجو بيمطر بغزارة. يبقى هنا when I went home. Number three. عمر is the not boy in the class. ذا يبقى عايز بعدها الصفة مضاف لها est. يبقى ذا shortest. يبقى عمر أقصر ولد موجود في الفصل عندنا. خليها هنا عشان بس توضح شوية. Number four. Let's not breakfast at this restaurant. Let's بيجي بعدها فعل في المصدر يبقى اسمها let's have. Number five. I will visit either Aswan. Either بيجي معاها or. Neither هي اللي بيجي معاها nor. يبقى either Aswan or Luxor. يعني أنا سوف أزور Aswan أو الإيه أو Luxor. بعد كده هنكتب باراجراف عن about 110 words on the following. A review about your favorite item of technology in your kitchen. مراجعة ليه الفيفوريت ايتم يعني العناصر المفضلة لديك في المطبخ. ارجع على القناة هتلاقي فيديوهات معمولة بالطريقة دي ومكررين الجملة مرة واثنين وثلاثة عشان تفهمها وتسمعها ومترجمينها بالعربي. واتمنى الفيديوهات تكون بتعجبكم ونشوفكم ان شاء الله بعد كده المراجعة على الرابعة والخامسة والايه والستة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.